يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأفعال الخمسة وإعرابها. هلكن وحي علمدو كغليان المعربات واي كمديهين الاسم المفرد والمثنى جموع دي صدح ذاهيد الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة كل نوع عصها اي كمديهين هلكن وحي كهري درسي وحي كهري إعراب كأنه وحوها كلمة هن إعرابينا إعراب كأسلقها علامات كأسلقها وحل إعرابي الرفع بالضمة هدي وحل جودي الضمة وحل جودي والنصب بالفتحة فتحة وحل النسبني والجر بالكسرة وحل جري كسرة الجري والجسم بالسكون سجى جسمها حذف حرف العلة نوع بسوقها سكون وحل جسمي وأصل كي يحذف حرف علة وحلو جسمي فعل كي مطارع كاسي نو جري وحكا بحصن الإعراب بالعلامات الأسلية علامات كي أسلقي وح الإعرابه كبحصن درسيقن يوحي كدن بيا وحو وحالكا كبلا عميا إعراب كالله يراه دمحي إعراب كي علامات كفرعيقا وحل إعرابي هديك المدى اللي قد يو ضروري ما هم رول بين ضمون الوجود وحكى لو عن ضمائه بوح الوجود كلام سينوس وسعته بالواو أما بالنون أما بالألف أي الوجود كلام الضمة وعلامات أسلقة لكن علامات فرعية أو كلا بجر والنيابة عن الضمة وحل الوجود يقو الضمة ذاك نائب وحنا كم إذا النون والدرس يعني كور رميو باب الأفعال الخمسة النون با وحلو قدا وحلو قدا الواو وجمع مذكر صالم يا أسماء الخمسة كجرتة وحلو قدا الألف ومثنها لو قدا يا كجرتة وكذلك النصب والجر والجسم علامات كلاجرة مثلا نصبه وحين سوارك جرورين لغو نصبية فتحة بحيات دكوري فتحة وحلو نصبيني دروستة نسو مرينة أمثلة تصارياش الله بحينيو وحيد مفعول به منصوب وعلامة نسبة الفتحة فعل مضارع منصوب وعلامة نسبة الفتحة ما فتحه كلية وحلق من نسبيه علامات كلية وفرعية وكان نائبة فتحة لا يجر وحكم بدا سيدة باب كان باب الأفعال الخمسة كوارك الدونة حذف النون حذف النون باب وحلق نسبية وحلق وحلق نسبية الكسرة جمع معانو صالم كوكر وحلق نسبية الياء وحلق نسبية الألف مركا علامات كنوع عصها وحلقو جذية أم وحلقو نسبينية أم وحلقو شرعية أم وحلقو جسمينية يعني كوي أسلق وكل ياهين علامات كفرعيين أو شيء غيره أيوه هل كان نكبل عليها الأفعال الخمسة وحلقو سهر رئيسي وحينو كجري فعل كمطارع وحينو كور رميني جواسمتي جسمينية سي ينواصبتي نسبينية سي بينو كور رمين فعل كمضارع بين كجر الأفعال الخمسة نوحي كتر سنتهي أما يكمل تهي فعل كمضارع الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة وحوية مركب فعل كمضارع إلا لحريريو ألف الاثنين أما واو الجماعة أما ياو المخاطبة سفي عمو التعريفي الأفعال الخمسة قاعدة وحيولي هي كل مضارع أفعال الخمسة وحل إلى مضارع كسته هي كل مضارع فعل ذا كلا ما إلى أفعال الخمسة كمجرة فعل ماضي أفعال الخمسة كمجرة فعل أمر كان أفعال الخمسة كمجرة أفعال الخمسة هو كل مضارع اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة وحل راح لنا يا سد حدا متكم ألف الاثنين أما واو الجماعة أما ياء المخاطبة صدح الضمير بواتقنا قرين نص وقاضي فعل ماضي يبي كجرين ضربا
waxay ku jireen ficil maadigii waa uljamaaco kale darabu saddexdooda oo wada socda waxaynu ku soo qaadanay ficil amarkii markay lagu binayn jiray ficil amarka mabniyuna calaa xadfi nuun saddexdana lala xidhiidhinay akrima uhzuza cashirkii odhan jiray ama akrimu uhzuzu ama akrimi ratibi ficil amarka saddexdan markay la xidhiidhaan midkood waxaa lagu binayn jiray calaa xadfi nuun akrima akrimu akrimi saddexdaaba halkaas aynu ku soo qaadanay axwaalu binaa'i ficil alamr markaa saddexdan damiir midkood hadduu ficil mudaaric la xidhiidho ficilka mudaaric waa ficil khamsa yadhabu markaad soo qaadato alif lithnayn marka lala xidhiidhiyo wuxuu noqonayaa yadhabaani nuunna waa lagu daraya yadhabaani ficilku wuxuu ahaa yadhabu marka la yidhaahdo yadhabaani waxaa lala xidhiidhiyay laba shay alifta oo alif lithnayna oo damiir ah oo faacilkii ficilkaa iyo nuunta waaynu sheegi doonnay iyaduna waxay tahay yadhabaani waawuljamaaca marka lala xidhiidhiya nuunna waad ku daraysaa yadhabuuna yaulmuanathatulmukhaataba marka lala xidhiidhiya nuunna waad ku daraysaa tadhabiina alif lithnayn markuu la xidhiidho ficilka mudaarici waxaynu ka soo saaraynaa alif iyo nuuntii la socota aynu la xidhiidhno labaa ka soo baxay yadhabaani tadhabaani yadhabaani tadhabaani ayaa la odhanaya yadhabaani tadhabaani marka yadhabaani maxaynu ku bilownay yaabaynu ku bilownay taana waa lagu bilaabi karaa tadhabaani labadu halkaasay ka soo baxaysa waxaa la xidhiidhay waa alif iyo nuun laakiin marna yaabaynu ku bilownay yadhabaani marna taabaynu ku bilownay tadhabaani ya'kulu ya'kulaani ta'kulaani yarjicu yarjicaani tarjicaani yasmacu yasmacaani tasmacaani waa alif lithnayn waawuljamaaca markaynu la xidhiidhana labadaasaa ka soo baxay yadhabuuna tadhabuuna yarjicuuna tarjicuuna ya'kuluuna ta'kuluuna yaaulmuanathati lmukhaataba markaad la xidhiidhiso taa keliya waa inaad ku bilowdo ta'kuliina tadhabiina tashrabiina taqra'iina tajlisiina iyadu waa inay taa ku bilaabato leanna waa mukhaataba yaau mukhaatabati weyaan waatu lala hadlaya mar haddii lala hadlaya ficilka taabaa lagu bilaabaya yaadi baa meesha ka baxda wa tadhabiina ta'kuliina alafcaal alkhamsa shantuna halkaasay ka soo baxaya leannahu alif lithnayn ku waa laba yadhabaani tadhabaani waawuljamaacuhu waa laba yadhabaani yadhabuuna tadhabuuna yaaulmuanathati lmukhaataba markay la xidhana waa mid keliya taa keliya lagu bilaabaya taa un baa lagu bilaabi karaa yaa laguma bilaabaya tadhabiina alafcaal alkhamsa alafcaal alkhamsa waa ficilka mudaaric waxaa la xidhiidhay alif iyo nuun ama ya iyo ama waw iyo nuun ama ya iyo nuun midkood baa la xidhiidhay ficilka mudaaric ma mucrabaa mise waa mabni waa mucrab halka waa mucrab liannahu nuunu towkiid lama xidhiidhin nuuntan la socotaa nuun kale weeye nuunu towkiid iyo nuunu niswa labadaa nuunood midkood marka la xidhiidhaan baa ficilka mudaaric la bineeya saynu soo marnay labadii midna lama xidhiidhin sidaa darteed waa mucrab haddii uu ficilkan mudaaric yadhabaani tadhabaani yadhabuuna tadhabuuna tadhabiina haddii uu mucrab yahay imisuu mucrabku u qaybsamaya ficilka mudaarice mucrabka saddex nooc inuu mansuub yahay haddii ay nawaasibti soo gasho iyo inuu majsuum yahay marka ay jawaasibtu soo gasho iyo inuu marfuuc yahay haddii uu labadaba ka madhan yahay marka ficiladan mudaaric alafcaalu khamsa halkan noogu yaalla waa mucrab wuxuu noo keeni doonaa iyagoo marfuuca iyagoo mansuuba iyo iyagoo majsuuma waxaynu baranaynaana waxa weeye waxa lagu godo iyo waxa lagu nasbiyo iyo waxa lagu jasmiyo amhilada aynu horta akrino wuxuu yihi alafcaalu lkhamsa wa icraabuha afcaalu lkhamsa hiya icraabkoog alamhila alcaamilaani labadii caamil labadii qof ee shaqaynayay yashtaqilaani way shaqaynayaan labadii shaqaale yani marsa shaqaalaha labadii nina shaqaalaha yashtaqilaani way shaqaynayaan antumaa
تشتغلان لبدين لوات شقينسا العمال يشتغلون وشقينا أنتم تشتغلون وشقينسا أنت يا فلانة أديكو هبلايوي تشتغلين وشقينسا هل كاو حقوق قري شنتي فعل فعل كي مطارع وشنتي كدغي شنتي بوكو دمايستر لبابا هوري وخا لا سودا وخا لا خديد الف الاثنين مرنا يا با لا بلاباي يشتغلان مرنا تا با لا بلاباي تشتغلان لبابا كو خيغا وخا لا خديد واو الجماعه مرنا يا با لا بلاباي يشتغلون مرنا تا با لا بلاباي فعل كتشتغلون تو دمبايسنا وخا لا خديد يا مؤنثه المخاطبه تاو با لا بلاباي كراتاس تشتغلين شنتي هلكاس كو دغي marka fiilka yashtagilu yu af'alu khamsa kadaga yashtagilu yashtagilani tashtagilani alif lithani ka sak kabrabsa alif lithani ka labadi sana waxaad horaysiinaysaa yaada yashtagilani tashtagilani yashtagiluna tashtagiluna ya tashtagilina wa ya fiil kan mudari' wa marfu' imka la'annahu ناصب هي جازم كهر يا مجرو مسوق لي ناصب هي جازم حال الضاس وكلام فعل مضارع ولا كذا شن تنفعل بوا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون فعل مضارع مرفوع لما انت تقول كذا لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم بين رجل وحلو حيل جود يضم بين كوج رجل وعلامة رفعه ثبوت النون أفعال الخمسة وحلو جود النون طم إيش طال نون تاسيش تغيلان يضم بيسا وح كلا لو مكين وأنا هين إني كتوستين وفعل كوج جودية وح كتوسا يسا إنه فعل كوج جودية ما كانوا جودنين ويكبح ويكتجي سامش نون تاس مش ولا قطورية هذا نفعل كوج جودنين هي دليل على أن الفعل مرفوع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجاسم إنه مرفوع يا وحو الدليل ناصب يا جاسم إنك بجران وعلامة رفعه النون أما ثبوت النون متك أدون تاني نون تلقو قده داتنا يا نون تثبوت كيغا نون ثابت كاي ماشا طالع أيا لقو قده وإصلاح لك وعلامة رفعه ثبوت النون أن قيبتك على العاملان لن يشتغلا مشقين دونان مشقين يا أنتما إذن كن لن تشتغلا شقين ميسا العمال لن يشتغلوا أنتم لن تشتغلوا أنت لن تشتغلي شقين ميسا أن وحالك أنك جرى شمتي أفعال الخمسة أيوح سوق لي اللان مركا اللان وحرف نفي ونصب حرف نفي ونصب فعل هذا مطارع أفعال الخمسة كذا بيشنطها سوى سكوة إعراب محل لنا يا مركا الإعراب فعل مطارع منصوب باللن لن بلغو نسبه لن بلغو نسبه وعلامة نسبه حذف النون الفتحة ما وعلامة نسبه حذف النون وحكتو سيئيني فعل كاسم منصوب يا وحاو الدليل نون طلقة طورة نون طلقة طورة لأنه نون توحي علامة للرفع وحكتو سيئيني فعل كودية حذف كنا وحكتو سيئي إنه فعل كنا قدني أو النسب سيئي هالكروكال وعلامة نسبه حذف النون لما أنتو نون تبع لقة طورة أو لقة حذف قيبت الصدح هذا وطبيس فعل مضارع وحمر يصدح على ذلك الرفع والنصب والجسم أفعاش خفض ملع لما هو صدق فعل هذا الرفع يقول فعل كجودية والنصب يقول الله نسبية أما كردية يقول الجسم صدح حالة بلي حالة الصدح هذا وحالة الجسم هي وحولي العاملان لم يشتغل مشقين أنتما لم تشتغلا ميدا شقين العمال لم يشتغلوا أنتم لم تشتغلوا أنت لم تشتغلي
لم يلن حاجة معناها لما هو حرف نفي هو حرف نفي ويفعيدين حرف نفي لن ونصب بيض رأس ونصب ونصب ساطس لم تنا حرف نفي و وجسم وي ويض فعل كو جسم نفي وغو كلا دوي هيو لن تهري وحنصب نيسا نفي هو في المستقبل هذا يوحي كدبي ويا امك يوحي كدبي اي اي نفيس وحاد لهذا انو ما سمين دونو ما سمين يا وحاس اد لهذا يا وحا ما ييليو لن بعد استعمالس لن اخرج من المسجد كما بحي مساجدك لن افعل كذا وكذا وحا يوحا سمين مايو قف صاص ورين لن اتكاسل ما لمنا نفيك هو ماضي ووح أرو تجيب أتكشك هنا سود لذا وح مسمينين وح مسمينين لم أفعل بالله لم أفعل وح مسمينين لم أخرج من المسجد مسجدك كما بحين لم توا ماضي وماضي وح مسمينين لم تنوى مستقبل وقت قاعد هلا يسوي وح كذب يويا مسمين دون ويا مسمين وحاس مركض له العاملان لم يشتغل مشقين كان يكون وحكا ورمي عينان إلا بدا قف شقين مركو لن يشتغل لهانا وحبوب بلن قادين عن شقينين شقين ما يلا بدا عنين بقل يا شقا العاملان لم يشتغل أنتما لم تشتغل العمال لم يشتغلوا أنتم لم تشتغلوا أنت لم تشتغلي لم حرف نفي وجسم تشتغل تشتغل يشتغل تشتغل فعل مضارع مجسوم باللم وعلامة جسمه حذف النون وعلامة جسمه حذف النون وحين أرك جرون وإلا هذا الدرس كان يكون ري وحين أحكو سوي عرابي جري وعلامة جسمه السكون مركا لم يذهب لم يشرب أما وعلامة جسمه حذف حرف العلة وعلامة جسمه حذف حرف العلة أي نكسو إعرابي جر ومثلا درسي هراء من يجتنب أذى الناس ينجو من أذاهم فعل شردك هي جواب شردك يجتنب وحوها فعل مضارع فعل شرد مجسوم بمن وعلامة جسمه السكون ينجو فعل مضارع جواب شرد مجسوم بمن وعلامة جسمه حذف حرف العلة وحين نغمقنا كليا متصدح هذا وحلو جسمي وحذف النون صدح ذا كليا وحلو جسمي عربي حذف النون أفعال الخمسة لغو جسمية حذف حرف العلة فعل كمعطل الآخر كلغو جسمية حذف يعني السكون فعل كصحيح الآخر ك أفعال الخمسة أنا هين بلغو جسمية صدح ذا كليا وحلقو جسمية بيتكون السكون وعلامة الجسمية أصل ك هين وحلقو جسمية أيضا حذف حرف العلة معطل الآخر كلغو جسمية يدعو ينجو يرمي يهدي يمشي يأتي يسعى يخشى يرضى معطل الآخر كلغو جسمية حذف النون بواح لغو جسمية وأفعال الخمسة يذهبان تذهبان يذهبون تذهبون تذهبين أفعال الخمسة هدين لجسمين وأدوات كيوح جسمين سفي عن صور لغنا أي صغرة كوي فعل ككلية جسمين هنقضان لم يلما يلا أن هي يلام الأمر أما هنقضان كوي لبضا فعل جسمين أفعال الخمسة هدين لجسمين وحلو جسمية محي حذف النون فعل مضارع مجسوم باللم وعلامة جسمه حذف النون مركا درسنا وحلو برانيا لبشي وكليا ما هي الأفعال الخمسة أفعال الخمسة واحدة إناد فأنتو كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة وبالمناسبة فعل كستو مضارع وين أفعال الخمسة كسب إنكرتو فعل كستو مضارع حدي أنه مثلا يستمع صوقاته وين أفعال الخمسة شنتي وين تكسمس يستمع ط
ترتيب كاد مريس أنا وحوي إن الألف والاثنين كبلوا واو الجماعة كحجسيس يا المخاطبة ضد بيس إذا صدح ذا الضمير صدح لا شيء بتكتب الله حريني ألف والاثنين كمركة كبل وضو يا ذا وين تكبل وضو مطارع أحرف المضارع هي حروفتي أنيتو وين ذي أدو الرسيس تبي إن تعالى كحجسيس والله بضاس ألف والاثنين واو الجماعة هنا لا بضاس النقرية يا المخاطبة يدو تأكل يكبل أمس مركا يستمعوا أفعال خمسة مركا كنا جاي شنتي وحنورنا يا يستمعاني تستمعاني يستمعون تستمعون توضن بسنة كل جد بسعطة تستمعين لما ظهر ووضع صلاة لأنه واسكم يستمعاني تستمعاني يا يا تعذات قبل ودم بيكون كل دوي يستمعاني تستمعاني لما ظهر وسرعين صلاة يستمعون تستمعون لما ظهر سنو ووضع صلاة تستمعين وين شنتي كنتي الأفعال الخمسة مركب الرئيسين أتفهمتوا هذا أولا وثانيا إعراب كأفعال الخمسة أو إعراب كمألوف كهي معروف كهي عادية هكذول سجل وين أتبرتوا حال جوجو ذا أفعال الخمسة فعل كأفعال الخمسة كترسم حال جوجو ذا وحال جوجو ذا ثبوت النوع الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النوع ترفع بالنون ثابتة غير محذوفة ثابته يعني وحلو قلت هذا والحذف الدولة انت الحذف مركا يمشى طالو وحي كنت سيسين فعل كودي وتنصب بحذف النون وحلو نصب بحذف النون وتجسم بحذف النون صدح دي حاله لا بد ان بو اسكم مركا لا نسبينا وحذف النون نون تبقى مشى لا توره مركا لا جسمينا وحذف النون انتم امثله يا تصالياشا اي كعدي وحي لي قاعده الأفعال الخمسة هي كل مضارع وفعل كسته مضارع كسو اتصلت به أي لحري ألف اثنين ألف لبقى تستا أو واو جماعة أما واو جماعة كتسيسا أو ياء مخاطبة أما هوين إلا لحظ لي مخاطبة قفت مر الله لحظ لي يأديسي يدى الله استعماله ألف ألف الاثنين بالله لبقى قف مذكرية مؤنث متك دونان النقضان يا الله استعماله إدريبا أم بالله لبقى قف يقرا يجلس والف الاثنين اما جلس يقرا اما يقران يجلسان واو الجماعه وحلو استعمال جماعه الذكور جماعه لبقه والرقبه لو استعمال هذول ذهبوا فعل ماضي فعل مضارع وحلو يذهبان يذهبون تذهبون فعل امر كين يذهبوا ولون يذهبوا واو الجماعه ياء مخاطبه يذ فعل ماضي لما خريده وما قش فعل امر وحضرني سيذهبي يقرأي فعل مضارع أنا وحضرني سأنت تذهبين أنت تقرأين أنت تجلسين أتعجبين من أمر الله أوكي. الأفعال الخمسة ترفع وحلقوك ذا بثبوت النون نون تثبوت كيغا يثابت نبدي ذا السقناطو يعني ماشا تعالى لقوك ذا نون بلقوك ذا وتنصب وحلقو نسبيا وتجسم لجسميا ملقو ريبا بحذفها بحذف النون النون تحذف كيف تمريناتك اذكر الافعال الخمسه فيما ياتي وبين علامه اعرابها افعال الخمسه ارتكسوا صار وحصوا صعده علامه اعرابك لو اعرابين الشيء يعني مرك لغديو ثبوت النون بكو غدنت مرك لنسبينه وحذف النون مرك لجسمينه وحذف النون انتم تقولون ما لا تفعلون انتم تقولون اذا كو حد كو هدليسان ما شيء لا تفعلون إذا سمينين لما تقولون ما لا تفعلون اختلف الشريكان واسخلافين لبدي شركة ضها ولم يتفق اسم وافق لم نرى النصوص توكتي معرق ما نعرق توكتا وهم يسرقون يقو حضي أي عمل تعالجيه شقاء الله شقا دي أدقبته أي عمل تعالجيه شقاء الله شقا دي أدقبته بلا يوي تحسينيه سفي عن بعض قبرس وتقنا أي عمل تعالجيه تحسنيه لم يشتغل العاملان لبدي عامل ما يشقي حتى يستريح إلى أين نستيه أنت تلبسين أذو واحد حرانيسا ما تخيطين واحد حرطا أما قشطا أنت تلبسين واحد حرطا ما تخيطين واحد طلطا أما واحد تشعر
إن تعملوا حديات شقيسان تؤجروا والذينك أجر سينيا لم يسق الفلاحون كوي بيرليدها مي ورابين الأرض للك مي ورابين ولم يحرثوها منقود ولم يحرثوها تمرين كامر كادو فرصة في علادة قاركودو يقوديه مرد يقوديه هنا فعال خمساس ثبوت النبال يقوديه وتقولون تسالاك وبعد يتفعلون تقولون يتفعلون لابد هو فعل مطارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون يقول بكيم كاري يقولان تقولان يقولون تقولون تقولون يتقولين وكذلك يفعل يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون يتفعلين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون اختلف الشريكان ولم يتفقا لم يتفقا فعل مضارع مجسوم باللم وعلامة جسمه حذف النون يتفقان به يتفقان منتبع القطور لم نرى اللصوص وهم يسرقون يسرقون وفعل مطارع مرفوع وقضية ثبوت النون أي عمل وأي شرط يضاه إلا بدأ فعل جسمينيس شقدي تعالجيه بلا يات سميسو تحسنيه سفي عن بعض سمينيس أموصو بنس أو قبنس مركا تعالجيه وفعل مطارع فعل شرط مجسوم بأي وعلامة جسمه حذف النون تعالجينه تعالجينه أيه نون تبع لكتور تعالجينه نون تكتور تعالجيه تحسنيه ينوحي تحسنين تحسنين فعل مضارع جواب الشرط مجسوم بأي وعلامة الجسم حذف النون ننتبه ما يشكم لم يشتغل العاملان حتى يستريح يستريح فعل مطارع منصوب بأن مضمرته وجوبا بعد حتى يستريح حتى يستريح وعلامة جسمه وعلامة نسبه بأن جسمه حلق نسبه يستريح حذف النون يستريحان أنت تلبسين ما تخيطين تلبسين يا تخيطين لبض هو مرفوع بثبوت النون بالوقت إن تعملوا تؤجروا لبض فعل هو مجسوم من نوع فعل شرطي من نوع جواب شرطي حال جسمي وعلامة جسمي حال جسمي فعل خمسة وين حذف النون تعملون يتؤجرون بها لم يسق الفلاحون الأرض ولم يحرثوها لم يحرثونا يحرثونا به ننتبه كما لم حرف النفي وجسم يحرثون فعل المضارع مجسوم باللم وعلامة جسمي حذف النون التمرين الثاني حول الأفعال المضارعة التي في الجمل الآتية من حالة الرفع إلى حالة النصب ثم إلى حالة الجزم فعلنا المضارعة مرفوعة وحتكبد الشيء حالة الرفع حتبد الشيء إلى حالة النصب ثم إلى حالة الجسم هذا نوبد الرجلان يتحدثان وفعل مضارع مرفوع لوضع نواشي كسرين يتحدثان إلى حالة النسب وبدل الرجلان لن يتحدثا نون تذكر إلى حالة الجسم وبدل الرجلان لم ها. لم يتحدثا تمرين كواذي ويدين دونا صوت ديارية تنم الشجرتان لبدا قيد وكوريان وطورقان وعلمينيان يقرأ الغلمان ويلشو حبايا خريا ويكتبون وقريا يجني الفلاحون القطمة بيريليدي وحي قوصان يساعد بقي يجني وقوص بيرتل قوص ويبيعونه وين يبيني أنت يا زينب تلعبين إبلا يواد عيارسا أنت يا فاطمة تكتبين والقرسة وحلونا أنت يا فاطمة تكتبين ومرفوع منصوب مركات كاريجا يسوح دونسا أنت يا فاطمة لن تكتبي نون تذكرس مركز جسميني سنة أنت يا فاطمة لم تي جسميني سبس وقلنسا لم ها تكتبي هذا الجرب نون تذكرس حذف النون بالغو نصبنا حذف النون نوال جسميني
تمرينك أفراد ضع الأفعال الآتية في جمل تامة مع اتصالها بألف الاثنين مرة وألف الاثنتين مرة أخرى. فعلا جملين سوقلي أذي والله حرينا مرنا ألف الاثنين مرنا ألف الاثنتين حيكلين ألف الاثنين ألف الاثنتين مرنا ألف واحد قطصة مذكر مرنا واحد قطصة مؤنث مركي اللبن مذكر قطصته الرجلان يتحدثان ألف تكجرته وألف الاثنين البنتان تتحدثان ألف تكجرتنا وألف الاثنتين مركان لبن كويرة هذا الدريبة وألف الاثنين لبن قبل هذا مركان كويرة هذا الدريبة أنا وألف الاثنتين مؤنث مركان مرنا الحريري ألف الاثنين مرنا الحريري ألف الاثنتين يأكل وحن الرنيا الرجلان يأكلان ألف الاثنين بل الحريري ألف الاثنتين الحريري المرأتان هي أما البنتان الفاطمتان هي تأكلان الفاطمتان تأكلان ألف الاثنتين وحين نقول بدلينا فعل كان يأكل وين أضل حريري أفعال الخمسة وين أتكركت يأكل أفعال الخمسة ما يمكن وفعل مضارع عادي لأنه أفعال الخمسة إن أنا هي وحود دليل أفعال الخمسة وحلا صعد ألف الاثنين يأكل الله صعد ألف الاثنين أو الجماعة إيه أو المخاطبة صدق هذه أفعال الخمسة كده يجري من الله مصعد مركان يأكل أفعال الخمسة كده يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون إيو تأكلين ألف الاثنين كي ألف الاثنتين كهالك شيخه لبضة الشيخ يدور يعني نكلا صارانه أردد أوفر صدان كان إن شاء الله تعالى وحي نقوي من دونا مرك حروف تأنيت معاني ذا لقى ورمي حروف تأنيت حروف مضارع اللي قبل أبيه مرك معاني ذا لقى شاكين أيوه وشان هي طبعا معنى إليه هل كاسا لقوك على قرتها ألف الاثنين هي ألف الاثنتين ك لبضة رجع صدى الله يستعماله هي لبضة وين كاس صدى الله يستعمال لأنه لبضة إن مرك مقيم وحلا يأكلاني لكن لبضة طمر كيف مقن يأكلاني لغيره تأكلاني بالله حتى يكون جوجا إنه تأكلاني لبعض الضمرك حتى يمقيه إنه تأكلاني ما كان ماشي إذا إن شاء الله إنه قوي من دونه لكن هل كان أفعال الخمسة كذا جالس يأكلاني تأكلاني يأكلون تأكلون تأكلين يفتح أفعال الخمسة كذا يفتحاني تفتحاني يفتحون تفتحون تفتحين يستظل يطفئ يستسهل أفعال الخمسة إذا يمكن بدلسه التمرين الخامس يسقون واللمد وضع الأفعال الآتية في جمل تامة مع اتصال بواو الجماعة مرة وبياء المخاطبة أخرى هل كان أفعال الخمسة ما كان يسر يركب يقرأ يقرآن تقرآن يقرؤون تقرؤون تقرأين يركب يخاف يستصعب وحرق بو أركا ينظف ونظيفين يستعين وحقر قرسنة وتمرين كل حال لفتي سواء سكوت كرتان ضع جملة فعلية فعلها مضارع في كل مكان خالد جملة فعلية وفعل كي مضارع يعني ما شرق وبين علامة إعراب الفعل الولدان لبدويل يا النهر وبيع حال قبو حين يالك الولدان يسبحان فعل كادك تفعال خمسة مية يسمعه يسبحان وافعال خمسة الملوك بقرضوا العلماء حال قبو حين كرا الملوك يحترمون يكرمون يجلون العلماء أنت يا زينب ترحمين على البائسين أنت يا زينب ترحمين كوانا كل يسدى صلى الله عليه وسلم مركز الله عليه أنت تسكنين تقرأين أنت تفهمين أنت تستمعين السفينتان تغرقان في البحر لما لم انت كلاسو بوحيه الثياب يا فاطمه لما لم تغسلي لما لم باكو جرت لم وجسم نس لما لم تغسلي الثياب يا فاطمه التجار لم ما كان الاصدقاء لي جاء زائرون ولم ادينكو كسو شقيه تمرينك تضبات ضع مكان كلمه الطبيب في العباره الاتيه كلمه الطبيبين مره وكلمة الأطباء أخرى
مع مراعاة ما يحدث من التغيير في الأفعال. وكلها تعبير كان جملة صوصعتها عبارة صوصعتها جملة كلية ما هي جمل وضع صعودها وعبارة وضع صعودها وهي فقرة وضع صعودها عبارة واحد كبدشا كلمة دع الطبيب هل كي تعلو مر واحد كبدشا الطبيبين والله مرة اختر كنك مرة واحد كبدشا الأطباء وشمع دخاتير بضن كنك تبعدنا فعل لدي سبدل كوي مادة وحي سبدل يا عرنتا كوي مادة الله صعود يجب على الطبيب دخترك واحد واجب كوا الطبيب ومفرد مك دخترك واحد واجب كوا أن يلاطف إنه أن حريستوه باللطف إنه لا تعامله باللطف سن حريص له المرضى ضدك بقى ويخفف عنهم إنه كف ضيديو الآلام ألمك يبينك حنونك هايستا إنه كف ضيديو ببشره وجفريديس بطلاقة وجهه وجفريديس يفرحض يعني ما أرسى يعني حريصته وموجنه سفي عن إنه قابله وله الله ورسه ويصف اللهم وأن يصف اللهم إيهين أقرأ أي واجبة الدواء النافع دواء النافع ووصف يصف ذو معنيه وصف أيما هو التلمامه وين الدواء دي أقرأ وصف الطبية على ذا prescription ومركة الدواء ذا أفكا لا أقرأيه أختارك في صباليك أقرأ بعنا ويصف اللهم الدواء النافع إنه سيه دواء النافع ولا يطمع في مالهم وألا يطمع عين أنهم قرينين ودمع كجلين في مال حلوق وأنا كفي كرين سيدو مال حلوق فرن لها مال كوجو قادن لها ودوين أن لو بهنين وجو لها أما بارتعنا أن ضروري هاي نقدر لها وأن يساعد الفقراء وحواجب كائن عاوية فقراء بعلمه أقنتي سينو كساعده هي وماله حوليس وحوليس أنا وحكب حيوضتك بعهم واركو عند دودي يبسن كرين وكله ويبيو بارتعنا ذا قاركو ذو كبحية دو بهين أنا هي الكرين وكبحيو نختاركو إنه نحريس مجي يجب على الطبيب أن يلاطف المرضى ويخفف عنهم الآلام ببشره ويصف لهم الدواء النافع ولا يطمع في مالهم ويساعد الفقراء بعلمه وماله وحد بدش على الطبيب دي على الطبيبين يجب على الطبيبين أن يلاطف الفلسطينيين بس أوكلس ننتنا والله طوري لأنه فعل هو منصوب أن يلاطف المرضى أن يلاطف المرضى بالآخرة لكن أن يلاطف بقرطة ويخفف إذا لا بقف بكف ضيدين يدتك وشقين إيه ويخفف عنهم الآلام ببشرهما ويصف لهم الدواء النافع ولا يطمع في مالهم ويساعد الفقراء بعلمهما ومالهما والله طبعا واحد بدشا يجب على الأطباء دخاتير عموما وحا واجبك أن يلاطفوا والجماعة بيسكوا بدلس المرضى ويخففوا عنهم الآلام ببشرهم وتمعمك ويصفوا لهم الدواء النافع ولا يطمعوا في مالهم ويساعدوا الفقراء بعلمهم ومالهم أبقى سوك على اللقرة والله أعلم إعرابك وضبين نموذج في الإعرابك هل كاسي كسوة يكتب الأولاد يلعبون أي إعرابي وحين إعرابي إن لقوا فعل ككلية مثلا يلعبون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجاسم وعلامة رفعه ثبوت النون لكن حصاي عربي الأولاد ذي كورس وصحوي وحقاي عرب أي ناولي قاذن ومبتدها خبر كيسين الجملة دعو للنص وصعدة كتابك صدحات بو كلها خبرك الجملة نقرأ لكن والله إسكسيرا لسي عرك كرا ولسي برانكرا الأولاد ومبتدا مرفوع بالضمة تاسي يدو واضح لأنه الأولاد يلعبون مركترا اسم جودن بعد جملة دي كم بلاط ومبتدا مرفوع علامة رفع الضم يلعبون هل كانوا خبر كسوين إذا المركز مبتدا صوت هذا واحد سوي خبرك الأولاد حاضرون بين سوين خبر مرفوع وعلامة رفع الواو جمع ذكر صارم كون نص صلاة الأولاد غائبون مجتهدون خبر عادي إنه فلين وحيولي الأولاد يلعبون
وحي مد فعل مضارع فعل كان مضارع بورط الاعرابيه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع ضمائرتنا وين سو سودان قاب كلو اعرابو وودا سو كله قاب كلو اعرابو ودروسته سو سوت ان شاء الله وودنا وفاعل ان وحكام سي مركا انو شيغو خبركي يلعبون داسي جمله داسي او ككوبن فعل كيلعبو هي واو الجماعه وفاعله جمله داسا خبركي دحايس جمله داسا خبركي لكن ما دام ان قاده ولي وابو اسغ لفتيسو اسكا داف الاولاد يلعبون اعرب الجملتين الاتيتين كون سدا سنباد وخرابس التجار يربحون تجارتو اي معاشيان هي انت تهذبين الاطفال ادق واحد يعني توبريسا تربينيسا اوبدك يريرا معرورتي التجار وادركسا واسمي غدن وجمله وره مبتدا درس تبدا يربحون فعل مضارع يقرؤون يذهبون ياكلون يشربون افعال خمساوي ومرفوعه سكرن قار بعض اعرابس يربحون سيسا صد اعرابس فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون واو الجماعه هنا وضمير او فاعل يعني واو والواو فاعل مبني على سكون في محل رفع هل كاس انا دبدنا كدافسا ادو ان شيغين خبر كي هلكو كجيرو ان شيغين لانه دروسته انه سو سوتا ان وين تقسيم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع والله اعلم.